إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. خلت هذه الأم العاقلة بابنتها ليلة زفافها، وقدمت لها هذه الوصية الغالية والهدية الثمينة، فقالت لها: يا بنيتي، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، اعلمي أنك ستفارقين العش الذي فيه درجتي إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. حكمة. واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. ما شاء الله. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مغتما، ولا تحزني إن كان فرحا. ما شاء الله ما شاء الله. ما أحوج النساء إلى ما ذكرت وإلى هذه الوصية الغالية لتحيا بيوتنا سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد بيوت المسلمين. آمين يا رب. وأن آمين. يملأها رضا وسعادة. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتقد أيها الأزواج والزوجات، بعد ما سمعنا حق الزوج وحق الزوجة، أعتقد بقى هتبقى حياة البيت حياة هنية. وإلى اللقاء في حلقة أخرى. جميل.